ترى الطلاب الأوائل المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة، حيث بيّن محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أهمية التكريم في تشجيع الطلاب وتحفيزهم على متابعة التحصيل الدراسي وإحراز أعلى المعدلات والدرجات ومشاركة الطلاب المتفوقين في بناء سوريا المستقبل. هذه التفوق هو استكمال لانتصارات جيشنا العربي السوري. هي سوريا بلد الحضارة، بلد التفوق العلمي. طلابنا اليوم أثبتوا أنهم المتفوقون دائما، كما أثبت جيشنا العربي السوري أنه الأقوى في العالم، ونحن اليوم أكثر ثقة بأن النصر حليفنا. نحن مستمرون بتكريم جميع المتفوقون. هذا التفوق يأتي في ظروف صعبة جدا، وهو على أن سوريا مولدة للمبدعين والمتفوقين مهما كان الظرف ومهما كانت الأحوال. طبعا في إطار دعم العملية التربوية وفي إطار دعم التعليم والعلماء كما عهدنا سوريا هكذا كانت وستبقى إن شاء الله. سوريا أثبتت أنه رغم كل الحرب ورغم كل شيء هي صامدة ورح تضل صامدة، وهي أقوى دولة بالعالم. ونحن طلاب سوريا بعلمنا وبشهاداتنا وبتفوقنا بدنا نضل نرفع اسم بالعالي. افتخر بنجاحي وبهدي نجاحي لسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، وبهدي لجيشنا يلي منفتخر فيه أكيد كمان، وبهدي نجاحي كمان لأهلي. يأتي هذا التفوق استكمالا لانتصارات الجيش العربي السوري، وهو رسالة للعالم بأن القنيطرة مهما فعل الإرهاب الصهيوني من إجرام لن يثنيها عن متابعة الحياة والسير في عملية البناء والعلم.